باش غندير بهذوك الفلوس؟ تعشرت مع الدراري ماشي نورمال، خرجوا لي على الطريق. ولكن ملي خرجت وليت كنقول يا ربي تجيبي شي مرة راس مالها جد لابوس نضارة الميك وتكون يتيمة بحالي، ما بغيتش واحد يديرها لاباس عليها. سي محمد رحاوي. سي محمد مرحبا بك. سي محمد معنا. الله يبارك فيك لحظتك. واخا سي محمد عاود لي القصه ديالك من الاول، كيفاش بديتي من ازيرو؟ دابا اختي القصه ديالي من الاول ازيرو. مات ديال الوالد، مات ديال الوالده في 72 ومات ديال الوالد في 73 وخلوا لي اربعه اخوت ومعنا خونا الكبير. ولي خونا الكبير باقي مسكين تما خدام هذه الوقت، باقا شويه صعيبه وداكشي. ومشيت تعلمت عند واحد خياط خنوسي، تعلمت عنده ومني عاودت لي بان راه يتيم وهادي وهادي تهلا فيا وداني بحال واحد من ولادو وخدمت معاه 6 سنين. وكان في عمرك عيا الله 10 سنين؟ 10 سنين خدمت معاه 6 سنين ولات عندي 16 عام. ومني ولات عندي 16 عام بديت كتبان لي الدور بحال كبدا تزاير شي شويه، خوت بدا تيكبروا وهادي. مشيت اتجاه الحي الصناعي وصونيت لواحد الشركه. واخا خويا محمد، واش كنتي انت الكبير في خوك ولا؟ لا كاين واحد كبر مني. اييه ولكن انت كنتي المعيد لخوتك. واحد... الصغار حيت خويا الكبير مني مات الوالد والوالده تزوج. اييه مني تزوجوا يعني غيديها في ولاد، راه ما بقاش يديها فينا. شحال كان عندك من اخ اللي كنتي انت المعيد ديالو؟ اربع صغار. اربع الخوت؟ واحد عنده 6 شهور والشي الاخر عامين 6 سنين 4 سنين. اييه والحمد لله وصونيت على ديك الشركه، خرج عندي الشاب داتولي عاودت لي الظروف ديالي. قال لي واش يمكنك واش تنجم معنا في الخدمه؟ كنت جربني ما جبتك صيفطني بحالاتي. دخلت والله والله استجب لي ودخلت وخدمت مزيان ولات الشافه فرحانه وانا مع صغير وفرحت بيا. ومع ديك الفرحه اللي فرحوني فيها هما عطوني الطاقه. إيه؟ عطوني الطاقه بحال مريح مع عائلتي. يعني هما عطاوك واحد شغله ايجابيه الحمد لله. واحد داك الحظ اللي غادي الحنان اللي باغي تزيدو قدام، داك الحنان اللي كنت كنقلب عليه من عند الوالدين ومن عند الخوت. هادي لقيته في هذوك خواتاتي اللي في الشركه. إيه؟ وخدمت معاهم وتهلاو فيا. ومن وصل راه الشهر عطوني 13000 ريال. انا ملي شديت 13000 ريال كنسحبهم هما 2000 كما تاعكم. عطوني بزاف هذوك الفلوس، ماشي ديولي، ديال واحد عنده الدار، عند كرا، عنده البوطه، عنده المصاريف. وانا شديت هذوك الجوا ومشيت ديت لواحد الدريه بحال اختي، قلت لها اختي فيريفي لي هاد الجوا. جبدات فيس دو باي سينتا طويله، ماشي فيس دو باي مربع سينتا، فيريفات داك الشيء. قلبات لي فلوسي، قالت لي اسمح محمد راه فلوس ديالك، راه فلوس في امان، راهم هذوك سير ما توقف مع حتى واحد، الا وقفتي مع شي واحد غيديهم لك. وانا مع هذيك الفرحه مشيت كنجري. كان في عمرك 16 عام؟ 16 عام دخلت للدار بالفرحه. ولكن هذاك الجوا لما نعطيه ما لقيتش لما نعطيه. لمن كنتي باغي تعطيها؟ ما يبا كنت بغيتي تعطيه لوالديك ولكن تماك ما لقيتي حتى شي واحد. نخرج احتيال صافي، خرجت مع سواس الدراري ديال سواس السوء. جاب الله عندي الفلوس انا باش كنكاردي على نفسي باش ما تعدينيش شي حاجه. الحمد لله كبرت وراد علي واحد الدري قال لي تشمع الميريكان وريحت مع باطو سيد داويت، حتى ريحت مع باطو يلاه غادي ديبار ونصبر نكر خوتي كدي ما نمشيش. ما قدرتيش تسمح في خوتك. انت اسم محمد يعني نقدر نقولوا تزاديتي من رحم المعاناه. يعني المعاناه اللي ربما صعيب على طفل في عمره 16 عام. يعني مراهق 16 عام راه مازال مراهق. يعني بزاف د الحوايج كيبقاو يبانوا لي سيغتو في هذه الفتره هذه. في هذيك الوقت باقي ما كاين لا وعي لا والو، والوقت صعيبه والوقت خايبه والوقت ما فيهاش الحضور، ما فيهاش بزاف ديال الناس. شنو اصعب حاجه مريتي للناس محمد؟ اصعب حاجه اختي خلصت الحشيره، وليت ولات عندي الفلوس ما لاقي ما ندير بها، وليت كنشري الحشيش كنتاجر فيه. دخلت الحبس 87 91 92 دخلت الحبس 5 مرات. علاش عندي الحشيش وما عنديش غير ربيني؟ باش غندير بهذوك الفلوس؟ تعاشرت مع الدراري ماشي نورمال، خرجوا لي على الطريق، خاصهم ميكميل، خاصهم مصاريف، خاصهم فلوس. وليت كنت انا كنتهجر في المخدرات. شدوني ب 87 دوزت 4 شهور، شدوني ب 91. علاش كيشدوني؟ حيت انا زوين وكنلبس مزيان وكنهضر زوين ووحدين اخرين تيحسدوني ما كيحملونيش، كيمشيو عند البوليس كيجيبوا لي البوليس كيجيو يديوني.
والحمد لله مني عقت وحسيت براسي ما غاديش هذيك الطريق ما غاديش تعجبني حيت انا مزيان لي هذيك من هذيك الطريق اللي دزت منها مزيان وتعلمت منها بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الدروس ولكن مني خرجت وليت كنقول يا ربي جيبي شي مره راس مالات لا بوس نضرت الميك وتكون يتيمه بحالي ما بغيتش واحد يلعب عليها باش نبدا مع حياه حقيقيه واستاذ تلقى على من توسد واستاذ جاب لي الله وجاب لي واحد بنت الناس فيها امي فيها با فيها كل الحمد لله. وخلاص محمد كيفاش قدرتي تتجاوز هذه المعاناه كاملين؟ واختي تجاوزتهم بالله واخا راه ساهل انك تتكلم عليهم راه ساهل راه 10 سنين 16 عام او 20 عام وتكون بوحدك راه شيء اللي هو صعيب ولكن كان معايا الله اختي حيت كنت بالنيه ديالي وصافي وما كنخسرش الواحد خاطره كي كان زوين كي كان خايب باش ما نتوتاش يكون خايب نتعامل معاه يكون زوين نتعامل معاه باش ما يتوتينيش في صحتي وانت نعطي الفلوس نعطي اي حاجه باه واخا دابا انت وليتي خياط ياك سيد محمد خياط من بكري من بكري خياط انا شكون اللي علمك الخياط؟ علمني تخونت الخياطه خطبته الصنع حيت تخون كتعلمت كيفاش كتخون شرح لي كتخطف بالعين وبالقلب اييه باش واحد غيجي يقول لك دير هادي ودير هادي راه لا يمكن لما خطبتيهاش بعينك وبقلبك وباغي عندك الرغبه ديالها راه ما عمرك توصل لها ديما بنادم يبغيها بالقلب ديالو وبالرغبه ديالو صحيح يبغي راه هي بحال الكره بحال الموهبه صح واللي بغى شي حاجه راه كيوصل لها الا بغاها من قلبه راه يوصل لها صحيح كاين هادي ما بغاهاش تهرب ليه واخا خويا سي محمد عاود لنا دابا على المهنه ديالك الخياطه شنو كتخيط شنو كتصايب كيفاش كتعامل مع الناس انا اخيب واحد في المضيفات في كازا كامله صوت وصوره واللي بغى يعرفني يجي يجرب اي حاجه يجيبها لي اي حاجه كلشي شي حاجه مثلا عاود لي اي مضيفات كالمضيف الجين في ستاد ساكيطه شي ساكيطه كاع تكون عزيزه عليك والشروطات تبغي حاجتك تلوحها في الطار ناخذها من عندك ونقول لك اختي واحد يومين جات قايه جديده صوت وصوره يعني اللي قلتها لك غتشوفي داك الشيء بعينك وتسمي داك الشيء بودنك هادشي اللي تنقولوا راه حقيقه راه ماشي ما كنكذبش تبارك الله عليك اسي محمد الله تبارك الله عليك باش كتخيط واش كتخيط بيديك ولا بالماكينه كنخيط بكل شيء باليد بالماكينه بكل شيء كنخيط اي حاجه باي حاجه كنخيط بها واخا هذه الماكينه اللي كتعتمد عليها هذه هي امي يا بايا عيتي كل شيء هي امي هذه يا بايا روحي كل شيء واخا شنو الادوات اللي كتستعملها في الخياطه؟ كنستعمل المقاس الخيط انا يكون عندي الخيط بلا مقص كاع ما نخدم به بلا مقص كاع واخا ان يكون عندي الخيط والماكينه ويكون الضوء خدام انا ما نخدم به بلا مقص بلا لاكري بلا سلطين الماكينه بالضوء ياك ماشي دايره الطروات دايره التيماكس دايره الرونج روبير ضربي لها الموتور ديالها راه مصيب حيت كاينين بحال هادو كي ديال كيخدموا برجليهم حضر لي والله واستجب لي الله وصيفط لي الله من عند واحد السيد فابو الحمد لله شوف اللي كتكون نيتو زوينه وكيكون باغي الخير للناس وما حيت هذه ديال برودكسيون هذه اللي ما كانش بنادم في الشركه تما ديال برودكسيون ما يخدمش فيها شي كلمه في حق هذا صديق ديالي وكنت خدام معاه في المحل وانا وليت حداه وصاحبي ورد لي البال وانا شنو كتعرف عليه؟ كنعرف لي عنده ديليكس نيسان نيسان شي حاجه هو راه مالو ماشي قصد غير هو عنده ديك الهضره ديال الطريقه ديال العنصريه فهمتيني كيهضر معاك هو راه كيهضر بصراحة فهمتيني هو في الطريقة وأنا راني صاحبو يعني سيريو يعني بجدي بزاف جدي بزاف العمل ديالو راه المعقول أخويا هو اللي كي دارو تنقولوا لي فوز وتقبلوا ولا لا يتقبلوا